صباح الخيرات. لو انت اكلت اكل صحي ورحت الجيم وخدت فيتامينات ومعادن وكل اللي يدخل جسمك نظيف 100%، ولكن لسه عايش في ستريس، فهتبقى البروتينات بتاعت الاسترس والكورتيزول بيور واورجانيك وممتاز جدا جدا جدا. وهيبقى الاضطرابات اللي في جسمك كلها اورجانيك واضطرابات نظيفة جدا، فمفيش فايدة لو في ستريس. مفيش فايدة، الاسترس هو العامل الأساسي في كل أمراض العصر، خدوا بالكم.